تابعين معكم مشاهدينا، وبتنضم لنا هلا دكتور ديزيري أزي. هاي دكتور، كيفك؟ هاي. الحمد لله. كيف تحضيراتك هلا قبل الليل لمراسي السنه؟ كثير محمسه. يلا سنه جديده، ان شاء الله تكون خير على الجميع. ان شاء الله. امين. واليوم موضوعنا عجائبي. شو اليوم عن شو بدنا نحكي؟ اليوم انا بعرف انه عاده الريزولوشنز بيكونوا هو الموضوع التوبيك الاكثر شيء مهم بهذا النهار، لان كلنا بنبلش نحلم شو بدنا نعمل سنه الجاي. فكمان كلنا بنحب نسافر ونشوف قصص جديده بالعالم، في عالم كمان بياكلوا اطباق جديده مش اكلينها من قبل. فانا اليوم حبيت فرجيكم عن محلات فينا نروح نزورها اكيد بيئيه حلوه كثير، يلي هي السفن ناتشرال وندرز تبع العالم، العجائب السبع الطبيعيه بالعالم. صحيح، يعني مش بترا، ما بنحكي عن السبع محلات يعني اللي معروفين معمرين مزبوط، مش إيد الإنسان موجودة فيه. طبيعية طبيعة هي اللي خلقته مزبوط. إذا بتتذكروا أنتم بال 2011 صار في التصويت يلي صوت أكثر من 500 مليون شخص بالعالم، مغار تجعيتها كانت منهم. مزبوط، كانت مغار تجعيتها بين آخر 28 فاينالست، أكيد نقوا منهم سبعة. هلأ رح نحكي عن هول السبعة يلي تنقوا، لأنه كمان حلو كمان نروح نزورهم، لأنه محلات فعلا كتير حلوة ومتنوعة عندها، يعني نشوف حيوانات جديدة مش شايفينها، نباتات، مناظر خلابة. من أي بلد رح نبلش هلا؟ رح نبلش بالأمازون يلي هو فعلا أنا بحلم روح لهنيك، ما بعرف إذا بال 2017 بس بركي إذا على رد 2017 أو قبل إن شاء الله. هلأ الأمازون ليش حلوة كمنطقة؟ لأنه هنيك عنا أكيد هي بأمريكا الجنوبية وبتمتد على 9 بلدان، أوكي؟ يعني هي عن جد فعلا هي يعني غابة كتير 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 كبيرة، وفيها مي كتير ورطوبة فيها كتير حلوة، في شمس كتير، يلي بيعمل إنه أوتوماتيكلي بيصير عنا تنوع بيولوجي كتير كبير. يعني منلاقي فيها حيوانات ما رح نلاقيها بغير محل، ألوان فعلا ما منلاقيها بغير غابات، لأنه هنيك عن جد في كتير مي، في مي، في شتي كتير، كل شمس. مزبوط، شمس وكل شيء مناسب حتى يكون في تنوع بيولوجي كتير. في أعلى شجر بالعالم كمان. مزبوط، وهن أكيد بهيدي النقطة عم نعين كتير، لأنه عم بفوت الإنسان وعم بقص الشجر يعني حتى يصير في زراعة يصير في التطور تبع المدن، يعني كمان عم يصير عندنا مشاكل كتير وعم يعني هلا لازم تزوريها، لازم نزورها بسرعة. لا لا لا، لحسن الحظ انه بس 18% لحديت هلا خسرنا منها وعم ببلشوا يوقفوا، يعني الحمد لله عم بيهتموا فيها. مزبوط. هذا كنت حابة أحكي عنه. أكيد الريفر، نهر الأمازون هو من ثاني أطول نهر بالعالم بعد النيل، وأكيد بيضخ مي كتير، يعني كمان هيدي ثروة مائية فعلا كتير مهمة على صعيد الكوكب كله. كمان هذا المحل حلو أنه نروح نزوره للتنوع البيولوجي الموجود فيه. ثاني شيء حبيت فرجيكم إياه بالفيتنام هو هالونغ باي. المنظر من اصلا اقصى الى اقصى، مزبوط. دونك هيدا المنظر هلا بس تشوفوا، يعني فعلا ولكن المناخ مشابه تقريبا، ديفرنت شوي، اقل الشجر يعني اقل التروبيكال هنيك. المنظر ليش فعلا خلاب هنيك؟ لانه نحن هنيك عندنا 1969 جزيره صغيره يلي شفناهن، يعني منظر فعلا كتير حلو بهيدا المحل من العالم. يعني إذا بدكم الصين الفيتنام وهول بلدان في كتير من هيدا المنظر يلي هو كارستيك، بتكون يعني عادة كلسية هيدا الصخرة اللي عم نشوفها ورا، وبتكون المي أكلت منها شوي. هلأ هون الحلو بهيدا البي بهيدا المنطقة هو إنه عنا تقريبا 1600 شخص عايشين، بس عايشين على المي يعني فلوت، يعني مثل ما عم نشوف الصورة، مثل ما نشوف هدول بيوتهم، يعني هول بيوتهم وعايشين عليهم، يعني كمان في هيدا البيوت، يعني هيدا المسج يعني. مزبوط، بيوت عائمة، هيدا المسج انه كمان هنيك الانسان تأقلم على الطبيعة اللي هو فيها وما جرب يغيرها، جزء يعني منها صار فعلا، يعني كمان منظر حلو ديجا، ومنشوف العالم اللي وما ازال طبيعي وغريب بنفس الوقت، وغريبة بذات الوقت. صحيح. هلا عنا الثالثة جيجو ايلاند، خيخو ايلاند، ما بعرف كيف بيرفزوها بس جيجو ايلاند، بنشوفها بكوريا كوريا. هلا الحلو فيها هي جزيرة ديجا، بس جزيرة بركانية، اوكي؟ يعني ربحت التصويت انها هي تكون عن جد وندر بالعالم لانها جزيرة بركانية، يعني بوقت معين كان ما كانت هي هون، ولانه صار في بركان هي بينت. هلا الحلو فيها انه هي جوا هيدا طنل بقلبها. هلا هول التنلز الموجودين بقلبها هن 60 يمكن تنل، هول محل ما كانت تقطع اللافا قبل وقتها كان البركان عايش. فهلا هو نايم يعني منه اكتف، بس العالم بيروحوا بيزوروا جوا حتى يقطعوا محل ما كانت تقطع اللافا ويروحوا. يعني حتى بصير في كثير يعني علميا بصير في دراسات فعلا كثير مهمه هنيك حتى يعرفوا كيف اللافا بتتكون ومن شو مكونه وغيرها من الدراسات. يعني صار بعدين هيدي صارت الجزيره أوكي. محل يعني ما كان فيه شيء، بس لانه صار في اللافا صارت محل طول جمدت وعملت جزيرة، مشان هيك كتير مهمة. وهي أعلى نقطة يعني أعلى جبل موجود بساوث كوريا، يعني فعلا هو شيء كتير كوريا مهم، ومشان هيك نعطى هيدا البرايس وصارت مطرح للسياحة أيضا. صحيح.
هلا إيغوازو فولز، بعرف الاسامي صعبين كثير. إيغوازو فولز لا اللي عم ترمزيه نحن مرتاحين هلا. هلا هول الفولز اكيد هن كاسكاد، يعني هن بالعربي نعم. شلالات اوكي. هلا الشلالات هو اللي بين الارجنتين والبرازيل، عندنا 275 شلال بهيدي النقطه. هيدي رائعه فعلا فعلا حلوين. اكيد منهم يعني نياجارا فولز هن الاول، وراهم بيجوا الإيغوازو فولز. هلا كمان كثير مهمين، لانه بس نكون نحن عم نضخ مي بهيدي الكميه بيكون عندنا فعلا كثير نيوتريينتس وكثير ثروه، مشان هيك بيكون في كمان حيوانات فعلا موجودين، وبيكون المنظر خلاب كثير، يعني مثل يعني من اجمل المشاهد بالصور. شقفه من يعني من بارادايس عن جد فعلاً. يعني يلي بيروح مثلا على الارجنتين على البرازيل على هول النقط، كمان حلوه نقطه نشوف مناظر طبيعيه، مش بس يعني نتسلى ونشوف نايت كلابز وسهر. ما قلت بس انه فينا نعمل كل شيء. هلا عندنا بويرتو برينسيسا يلي هو كمان ريفر يعني نهر، هلا بنشوف المنظر كمان كثير حلو. بويرتو برينسيسا بالفلبينز، واللي حلو فيه كثير انه هنيك عندنا تقريبا 8 كيلومتر تحت الحجر، يعني تحت الصخر اوكي. فهونيك كمان مثل طانل طبيعي يعني مزبوط، المي عم تاكل من هالصخره وعم تخلق هول المناظر اللي بيشبهوا شوي مغاره جعيطه، يعني هن ستالاجميت وستالاكتيت. دونك هونيك ربحت لانه عندها هذا المنظر الخلاب كمان أوكي. يعني نحن يمكن لو صوتنا اكثر، يمكن لو كنا قدرنا نحن لمناظرنا مواصفات مغاره جعيطه بتخولها انها تكون من العجائب الطبيعيه بالعالم، ولكن نسبه التصويت لانه كانت قليل وكان عندنا نقص اعلامي واعلاني كمان. صحيح لسوء الحظ يعني نحن، لانه ولكن نحن نتحمس، المهم نحن نكون عارفين قيمه هالثروه اللي موجوده عندنا بلبنان. فعلا مغاره رائعه، يعني قد ما تسافروا بالعالم رح تضل جعيطه، هي من الاجمل اللي رح تشوفون. هلا عندنا كومودو ايلاند يلي هي اسمها جزيره كومودو. جزيره كومودو عاده نحن بنعرفها لانه بنعرف هيدي السقايه الاكبر وحده بالعالم اللي اسمها كومودو دراجون. هلا هيدي هالاسم فعلا يلي هي كانوا يخافوا كثير يروحوا على هيدي الجزيره، لانه كانوا من زمان يقولوا انه في هيدا الدراجون هنيك وما حدا يسترجع يروح. وحتى الشطوط مثل ما عم نشوف بهيدي الصوره، الشطوط يعني الشط لونه روز. واو اوكي. حلقه سابقه كنا عم نحكي عن مزبوط حكينا الرمل. مزبوط مينيموم ما يروحوا اذا هي الصوره اللي نروح فيها على الجزيره ما بقى بدنا نروح 70 كيلو 7-8 متر هون يمكن هيدا هو الكومودو يلي هو اكبر سقاي بالعالم. قد ايه بده يشجعنا انه نروح لهونيك؟ هلا كانوا كثير ما بقى يشجعنا. لا هو الحمد لله بال 1910 1912 حتى حدا استرجع انه يروح لهونيك، راحوا واكتشفوا انه هي منا كثير يعني سقاي ليزرد بالنهايه، سقاي وزنها 70 كيلو 80 كيلو وزنها 70 كيلو اذا ما قربت مش سقايه هيدي شبه ديناصور يعني. بس يعني منا موجوده الا هنيك، يعني كمان عم بيحموها كثير لانه يعني سبيسيفيك لهيدي الجزيره وانحمت لانه هي على جزيره. شفتوا لو كانت هي بمحل الانسان قادر يوصل عليه كان لسوء الحظ كنا تخلصنا منها من زمان. حرام كنا خسرناها. بتاكل وبتاكل عشب ولا بتاكل؟ اكيد بتاكل عشب وبتقدر تاكل حيوانات صغيره، بس انه بعد ولا كيس يعني نزورك يعني هيربيفور كارنيفور يعني شو تعادي؟ هي هيربيفور، نحن مسميهم اومنيفورز بس يكونوا بس هي يعني اذا كان ما عندها يعني بلانتس تقدر تاكلهم بتقدر تبرم على شيء صغير، بس مش تقدر تكتفي يعني مش يعني هن الحيوانات بيحبوا القصص كمان اللي بتعجبهم. فمن البرايورتيز تبعها هن يعني البلانتس والحشرات الصغيره ومش الافضل. والانسان لابس مايو وقاعد عم يتشمس كمان من لحديت هلا بعد ما صار في هيك افضل لما تضلي تحب البلانتس وكل شيء هيربس احسن. هلا اخر كمان وندر هي تيبل ماونتن. هلا تيبل ماونتن مشهوره كثير لانه هي بساوث افريكا يلي هو هذا المنظر اللي شايفينه هون. هلا هي قريبه كثير من كيب تاون يلي هي العاصمه تبع ساوث افريكا بافريكا. مزبوط. هلا هي حلوه كثير لانه 1000 متر يعني عاليه وهي كليفس يعني على طول بس منحدرات على الطول. هلا الحلو فيها كمان اكيد لانه هي منحدر يعني عندنا كذا نيفو كذا ليفل، مشان هيك بصير عندنا كذا مثلا بلانت وكذا حيوان قادر يعيش بهول ليفلز كلهم، بصير عندنا ثروه فعلا كثير كبيره. واكيد المنظر اللي شفناه هون اللي هو الغيوم بصير على طول
اوكي. نعم. فعن جد منظر كثير حلو يعني تشوفوا جبل قد كبير وتشوفوا يعني غيوم، هذا المنظر فعلا خلاب. فهول السبعة واندرز اللي يمكن مش كتير سامعين فيهم نحن كمان بيحرزوا يلي مفكر يسافر ومش عارف وين بده يسافر بال2017. في أشخاص عن جد بيحبوا يسافروا مشان تيكتشفوا هيك مناظر وتيشوفون، لأنه حلو حلو الإنسان مش بس يروح يشوف مدن وبنيات، مناظر خلابة مثل ما شفنا نحن هلا. هذه سفرة بحد ذاتها سفرة العمر مثل ما ذكرت أنت. أكيد أكيد. أعطيتينا أفكار ديستنيشنز هلا جديدة على السنة الجديدة. شكرا لك ديزيري على هالجولة الطبيعية العجائبية اليوم قمنا فيها سوا، وأكيد نلتقي فيك السنة اللي جاية. وهابي نيو يير. هابي نيو يير. أهلا وسهلا فيك ديزيري. مشاهدينا فاصل إعلاني ومنتابع.